كابتن سامي، من الواضح زي ما كابتن حسن قال انه الرباعي الدفاع النهارده الاهلي كان مميز، ضيف عليهم كمان الاثنين اللي كانوا في نص الملعب عمرو السوليه وحمدي فتحي، وفي غياب اليو جانج الجميع قال ان الاهلي ممكن يتاثر تاثر كبير بغياب اليو جانج النهارده، يمكن ما حسناش ان الاهلي تاثر بغياب اليو جانج. بص على فكره انت قلت حمدي فتحي والسوليه دول بيلعبوا ايه؟ الطريق. لا الاصعب اللي جنبهم على الطرفين دول اللي يمين اللي يقفلوا لك الطريق. صحيح. يعني النهارده لو النهارده ما كانش بيرجع عبد القادر يامن جبهه او يرجع الناحيه الثانيه طاهر، انت النهارده كان هيضرب بسهوله. صحيح. لا هو الالتزام التكتيكي بتاع الاثنين، لان خلاص احنا عرفنا الاثنين الديفندري بيبقى قدام الاثنين مساكين. صحيح. بيعمل عمليه الترحيل حسب اتجاه الكوره. وبيزودوا القدرات الدفاعيه، بيبقى سته بيدافع. ممكن يبقى سته بيدافع ولا اربعه بيهاجموا، ما عندكش ازمه. لكن ارتداد كمان الاثنين على الاطراف دول ما بيسيبوش ثغره للفرق اللي قدامك. النهارده عشان كده تلاقي من افضل النهارده الناس مين هتتكلم على طاهر. صح. هتتكلم النهارده احمد قادر، انا كنت قبل اللقاء ده كنت حاسبه من الثغرات اللي موجوده في النادي الاهلي. ايوه. هو وسافيو. ليه؟ ولو كان قفشه كمان موجود كنت احسبه من الثغرات، لان دول ما بيردوش بسرعه. لان النهارده لا، دي الفرقه الكبيره. الفرقه الكبيره لما بتيجي في الماتشات الكبيره يبان المعدن. وتبان الخبرات. النهارده ارتدادهم سريع جدا لنص الملعب. صحيح. هو ده، هي دي التقسيمه بتاعت اللقاء. انا عايز ايه؟ الكوره فين عشان ابقى انا كام؟ طريقه لعبي تتحول ازاي؟ لان النهارده لما كانت الكوره قدام سافيو كان بيكمل تاني مع شادي فتتحول 4 4 2. صحيح. اول ما بتتقطع يروح رد تحت مين؟ تحت شادي، فتتحول 4 2 3 1. فدي التحولات. فين تحولك عشان الكثافه الهجوميه، وفين ارتدادك عشان تبقى كثافه دفاعيه. صحيح. هو ده اللي بنتكلم فيه. فالاثنين اللي على الاطراف انا شايف دول اميز من السوليه وحمدي فتحي. حمدي فتحي والسوليه دول خبرات وتقل كبير جدا، لكن ما تتوقعش الاداء الرائع من الاثنين اللي على يمينهم وعلى شمالهم. ايوه. اللي هو ممكن يبقى الاثنين في النص دول كويسين جدا وبيعملوا ادوارهم الطبيعيه، والتانيين بايعينهم. خلاص. فبان نص الملعب متاخد وهيبان الدفاع كمان سيء. هو ده اللي بتكلم. سوري بلغه الكره، هتعري الدفاع. صح. النهارده الدفاع مش متعري، النهارده الدفاع متامن بستاره من اربعه قدامهم، الاربعه قدامهم سافيو تتحول 4 1 4 1 يا 4 1 4 1 4 1 او 4 4 1 1. ان سافيو بيحاول الطريقه، يا اما بيطلع تاني يا اما بينط على فين؟ على نص الملعب. عشان كده الاهلي كان تكتيكيا منظم قوي قوي. دي الماتشات الكبيره عكس الزمالك. الزمالك عنده مشكله في الحته دي. انك انت بتدافع كويس، طب تحولك فين الهجوم؟ انتشارك وسرعاتك فين الهجوميه؟ دي النقطة. لما كان بيبقى امام وزيزو مع فرويد مع طرفين، والطرفين اللي كان بيبقى على اليمين سيد نمار وعلى الشمال كان بيبقى فتوح، مش بتكلم على عمر، كان سيد نمار. بالظبط. سيد نمار مش باك. سيد نمار كان عندي في قطاع الناشئين بيلعب وينج شمال، فالراجل طور له اداءه وخلاه باك يمين في الطريقه بتاعه 3 5 2 ان هو يبقى وينج. النهارده ازمه كبيره حصلت للزمالك بخروج فتوح. فتوح عمل مشكله هجوميه كبيره جدا، ان انت وديت عمر جابر ناحيه الشمال، وديت نمار ناحيه اليمين، فانت النهارده في جبهه وقفت. نمار مش نمار عدم لعب معاه امام او زيزو ناحيه اليمين خلى الجبهه مش شغاله برده، والناحيه الثانيه برده عمر جابر مش ناحيه ما بيزيدش. انت عملت ايه؟ وقفت جبهتين. رحت مرجع امام ثالث نص ملعب، ثالث نص ملعب مع الوردي مع معروقه صح ولا غلط؟ صح. اصبح في 3 نص ملعب بيدافعوا. وعندك 5 بيدافعوا، اصبح الزمالك بيدافع ب8. طب انت النهارده هم بتقطع الكوره بتهاجم مين؟ مين اللي بيهاجم؟ مين اللي بينتشر؟ الاول كنت تلعب بامام امام وزيزو من تحت الجزيره مع الطرفين. انت فاكر ماتش الكاس لو تفتكر يا حسن، الكاس كان امام بيلعب جنب عبد الغني. فكان بيتحول بيبقى قدامه. اول ما تقطع الكوره يقف عبد الغني مع الثلاثه المساكين ويطلع امام مع مين؟ مع المهاجمين. اصبح في مين عندك؟ عندك بن شرقي في المباراه الاولى، الجزيري، زيزو، نيمار، فتوح، وامام من تحت. اصبح بتهاجم بحوالي 5 6 لعيبه. النهارده لا، النهارده ما بتهاجمش. النهارده بتروح نازل عشان يستلم.